دقيقة مواصلين معكم في زوم 73 حتى النص نهار. موضوعنا هو المناطق الخضراء في مساكن اليوم المواطنين قاعدين يستغلوا فيها وإلا لا. وقبل الأخبار قلت باش نعطيك الكلمة فادية، عندك تعليق قبل تعليقك أنت نسمع المواطنة اللي كيفاش حكيت على المناطق الخضراء وشنو قاعد يصير في وسط المناطق الخضراء، أي من حاضر لليمون ولا حاضر لليمون. فادية نسمع التصريح نتاع المواطنة ونرجع نعطيك الكلمة. البلدية وقتها كانوا يصلحوا، كانوا يحطوا في الماتريال غادي، كانوا يدخلوا يسرقوا يهزوا برشا حاجات، يدخلوا الغادي يدخلوا ديجا محلولة هي، يسرقوا يدخلوا يسرقوا برشا حاجات يهزوا ما يخليوش يحلوا قشواش من تاع الميز وغادي يطلعوا فوق السور من فوق، وقسما بالله منهم صيف زوز دراري ولاد يعملوا في حاجة فوق الحيط من فوق بالملاحف، جايب ملحفة من دارهم الطفل يمكن عمره 11 عام يا غبينة ويعمل في حاجات فوق الحيط من فوق فوق الحيط. لين اني وقتها قلت لهم يا ناس اخي توا هذه عبيد، وين الحاكم وين الناس وما يكلمهم حد ما يكلمهم حد. فادية تسمعوا معناها هذه راهي مواطنة عادية مشيت بالصدفة دقيت الباب من الناس اللي يسكنوا في محيط حديقة الشهداء، معناها بكل عفوية المرأة حلت قلبها، فما كلام آخر معناها نحيناه من الآخر بكل. اللي تحكي على النيابة الخصوصية السابقة، أنا نحكي على النيابة وعلى المجلس البلدي الحالي، علاش؟ خاطر أنا عندي مثلا تصريح في 22 جويلية 2018 محمد علي رئيس الحالي شو يقول أنه إحنا ألزمنا المقاول، بالنسبة للمقاول اللي أخذه معناها المتعهد بحديقة الشهداء، ألزمنا المقاول أنه يقوم بال إخلالات يصلح الإخلالات نتاعو خلال 80 يوم. هذا مال عمومي، هذا كلامه والتصريح موجود في إذاعة في فيديو في إذاعة محلية. هذا مال عمومي ولازمنا نحافظوا عليه ونوجهه في الاتجاه الصحيح. المقاوم عنده عام للصيانة والمتابعة. هذا في 2018. هذا في 22 جويلية 2018. 25 أوت باش يكون عندنا، هذا كلامه زاد في نفس التصريح، 25 أوت باش يكون عندنا جلسة باش يتم فيها تداول الآلية الاستغلال، والحقيقة احنا نفكروا انه نستغلوها لصالح البلدية ونوفروا فريق ونتعهد بتوفير فريق صيانة وحراسة. اوكي هذايا في 22 جويلية 2018. انا بعد عامين لا عندي حديقة الشهداء مهيئة، لا عندي عندي ترودي مرش فيه ترودي، هذه تحولت الباركين قدام معهد عثمان الشطي وقدام التكوين المهني، التلامذة يتشكيوا قالك حتى الوقفة معناها تحرمت علينا وكنا نسمعوا فيهم في خلي تصور بربي عندي منتزه فرهود شو قدو سي مكرم تصور تصوروا الفيديوهات سي مكرم تفرج عليهم في عقلك ومتع نظريك متع نظريك خاطر ما تعرف انت ما تعرفش شنو معناها باركينغ، تراف باركينغ ميناجي، انت تراف باركينغ ميناجي، هذا انسان مخالف القانون، انسان طالع فوق التروتوار مخالف، لا علينا تنبع عليه. اعطيني وقت اللي انت تشوف المخالفه تاع القانون، وقت اللي انت تشوف هالحاجات هذه باش نقول لك سي مكرم. احنا نحكيو راهو مجلس بلدي شاد من 2018، اذا كان كل جلسه وكل تصريح صحفي كيما التصريح هذايا في 22 جويلية 2018 تعطيونا هاو باش نعملوا هاو باش نعملوا. احنا اليوم فاتت 3 سنين نزلت عامين في المجلس البلدي هذايا، معناها اذا كان ما عملتوش في 3 سنين وشويه اش باش نعملوا في العامين؟ احنا المناطق الخضراء راهو من واجبات البلديه ولازم البلديه توفر المساحات البيئيه وين باش يصير فما تنفس العائلات، جاينا الصيف فما كورونا الصغيرات يقلقوا يحبوا يطلعوا يتفردوا، جاينا الصيف جماعه الخارج احنا عندنا في مساكن جماعه الخارج معناها عندنا برشا يحبوا يجيوا، علاش ليه معناها في عود نهبط السوسه ولا نمشي سيدي بوسعيد، علاش مش في مساكن وقت اللي احنا المساحات موجودة في بني كلثوم مساحات في وسط الأحياء السكنية، علاش وقدام رياض أطفال معناها وضيقة صغيرة، فما مساحة خضراء في حي الكازمات إن شاء الله ناخذوه بعد شوية في التليفون رئيس الجمعية، في حي الكازمات حي جديد في الكازمات عاملين اللي مشيت لها السنه رجعت لها نفس الشيء، معناها نخلي قريب معناها العروشات نتاعهم يربطوا مع القاعة. خلنا سي مكرم سي مكرم ردك على كلامي كنت تسمع فيه. شكرا. بالنسبه للتدخل نتاع السيد المواطن كان واضح، معناه قال لك اولاد فوق الحيط مش مناطق خضراء، هذه حاجه تابعه هذا في وسط المنطقه.
المناطق الخضراء. سامحني سي مكرم، انت المستمع ما يعرفش، المستمع اللي مش متفاعل معاك تو نسكت انا. سي مكرم ما تسكتش حاشاك، انا خليني نحكي يا حبوب. في وسط المنطقه الخضراء والمساكنيه الكل يعرفوا سي مكرم فين. فادية تحب تقول لك انه المنطقه الخضراء هذيا كان جات مهيئه راهو ما يكونش فما هالمنحرفين. رجعنا التصوير بربي، رجعنا التصوير بربي، رجعنا التصوير. مش هذيك مش حقيقيه للاسف الشديد. سامحني هيك لاش نخرج تسحب كلمتك حاليا، تسحب كلمتك حاليا وتعتذر. مانيش كذاب انا، مش حقيقيه من جبتها. تسحب كلمتك وتطلب الاعتذار. اسحب كلمتك فادية حقيقيه التصوير. حقيقيه التصوير. كل شيء كل شيء نرضى به. حاشيك ما قالوش من احترامك، انا ما قلتلكش. اعتذرت سي مكرم وسحبت كلمتها. احنا نحكي وخليني انا معاك. هي تقول انت قلت لي تصويره خديتها من المكتب نتاعك وتصويره لعشرة ولا تسعة ونص نتاع الصباح قبل ما ندخل. اي قداش تقريبا توقيت وقت خارج تسعة ونص لعشرة؟ هذيك تصويره حقيقيه. انت ظهر لي تشاطرني الراي انه تسعة ونص نتاع الصباح سي مكرم. ولينا نفذ سي مكرم مش حقيقيه. سي مكرم معناها الحق، الحق وقت يبدا فما حق. خلينا نكملوا الحديث. دونك التصويره 9 ونص نتاع الصباح مش نفس الوضعيه نجموا نلقاوها مثال 7 ونص نتاع العشيه. لا هي بيت يتلموا المنحرفين. المنحرفين يجيو عادش جواه منحرفين. مالا تزبرت مالا تزبرت توا قداش عندها تقريبا؟ عندها شهر مالا تزبرت الحقيقه نقولها. كانت توكر كما قالت هي، مانيش ناكرين احنا. اما بينت اللي راهو نتيجه لوقفان المجتمع المدني والناس كل تتكلم عليها والناس كل تقول عليها. حاولنا لماكسيموم بوسيبل اننا ندخلوا. تدخلنا تو بنسبه 10% ولا 15% وماشيين في التوجهات. انا واحد بس سيد رئيس بلديه الكل موجود. باهي علاش ما طبقتش من 2018؟ قول لك هي ثلاث سنين. دقيقه تو باش نعطيك انا ساعه. عندنا ثلاث سنين ما في باليش. جويليا 2018 احنا اليوم 2021. ايه جويليا مازالت احنا تو في مارس. مش مصيرنا في افريل احنا تو مانيش في مارس. مارس ولا افريل معناها باش نعطيو كل واحد نعطيو حق. ذكراني للنيابه الخصوصيه هو على خاطر كل ديما تربطت الجرده هذيك بالمجلس بلدي المنتخب. حبيت نبين اعطى كل انسان حقه. اني نؤمن بتواصل الاداره راهو كما قال سي حاتم. اداره راهي متواصله من تاريخ الاحداث حتى لتاريخ الممات كما ديما باختلاف الشخصيات اللي تمر عليها. نمشيو تو بالطريف عامل الصيانه. المقاول ما عملش الصيانه، ما عطيناش ال 10 ملايين نتاع الصيانه. وانت عملت مطلب نفاذ المعلومه ومدتك بكامل الوثائق. آلية الاستغلال قلت لك راهو المجلس البلدي عدى الكايت شارج المرلوله نتاع الاستغلال وعاود عداها مره اخرى. وشي تعدى الدوره هذه تو يحضر معنا سي حاتم ومدام فادي هذا مستدعين في اللور دو جور زاد الكايت شارج نتاع الاستغلال وصيانه فرهود منتزه فرهود والحديقه الشهداء الزوز مش تلقاهم موجودين. عملنا فيهم لي ريكتيفيكاسيون نيسيسير باش تعاودوا تعداوا على المجلس. انت تعرف الا الوضعيات هذه وضعيات تريف سونسيبل معناها بين البعد اللوكراتيف والبعد الاجتماعي والمرفق العام كيفاش يمشي. يلزمنا تكون عندنا صياغه نتاع كايد شارج تلبي تطلعات الناس كل كاي. بالنسبه لحديقه الشهداء قالت للمقاول على خلاص تاع المقاول. المقاول صحيح فما بعض العناصر اللي ذكرت هاني بكري ما عملهاش بالباهي. شنو عملوا له المجلس البلدي هذا؟ عملوا له موان فاليو. موان فاليو 30%. شو معناها موان فاليو 30%؟ معناها فما ديزارتيكل في وسط الصفقه. ما تعملوش بالكيفيه المطلوبه، بالجوده المطلوبه. قعدوا في الاخر في الريسبسيون ديفينيتيف عملوا له موان فاليو على الارتيكل هذاك، اي بما قدروا قربت ل 14000 دينار ولا 15000 دينار مش يتنحوا له ماهوش ياخذهم. بالنسبة لل بالنسبة للفرهود ماهيش مطابقة. هذا علاش؟ مش مطابقة 100%. فما إخلالات. فما كايد شارج. شو تقول كايد شارج؟ ما احترمش الكراس الشروط معناتها. شو تقول كايد شارج؟ مثال كايد شارج جايبة ديزارتيكل افورنير. هو إلى فورنير ديزارتيكل هذوما. فما ديزارتيكل فيهم بعض التحفظات. ناديوه احنا باش يرفع التحفظات. نتفاعلوا معاك سي مكرم دقيقه باش الوقت خاطر بالحق الوقت. تو كان انت تكلمت وسي حاتم تكلم. انت تكلمت انا الوحيد ما تكلمش تو. وين لازم نكمل؟ انا عندي سؤال اخر زاد على المجتمع المدني. نجاوبك على سؤالاتك. فادي كمل اخر نقطه بعجاله سي مكرم. بالنسبه للباركينج اللي تحكي عليه هون عدى قدام مواطنين الكل ماهوش باركينج. التروتوار طالع. التروتوار طالع باش نعملوا باركينج نعملوا اكسي. تسمع فيا نعملوا اكسي للباركينج. الناس تطلع مش تطلع فوق الخطوط هذوك مخالفين. وتوا في مساكن
تم عرض على اعضاء مجلس بلدي برنامج نتاع تسهيل حركه المرور بالمنطقه كامله، من دخول من 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 المحطه نتاع الكيران مش يولي سونس انتردي، وذاك مش يولي باركينج سي حاتم، مش يقع على ميناجمون نتاعو، مش يولي باركينج في الوضعيه ذيك. اليوم سالك عليه هو سي حاتم، انا باش في تفاعل، في تفاعل، في تفاعل لحظه، احنا راهو احنا راهو في تفاعل مع بالنسبه للجرده اللي قدام لي سي تكنيك. مش جرده، مش جرده، بافي بافي عاود لي تصور، بافي مش هي فيها جر، عاود لي تصور، عاود لي تصور، سامحني سامحني، عاود لي تصور، نكمل مبلطه، اسمعني اي اي اظلي منطقه خضراء، منطقه خضراء، منطقه خضراء، مبلطه مبلطه، سامحني عاد خلينا نتكلم عاد، توني قعدت توني قعدت ساكت ما تكذبش. هذيك هذيك منطقة خضراء وعملنا فيها مراسلة في جوان كمكتب وطني، لأنها تم التحويل الصبغة نتاعها من منطقة خضراء إلى باركينج، والباركينج عملته البلدية، التراساج عملته البلدية واعترف بذلك رئيس البلدية. اليوم إذا كان البلدية تعمل تراساج وتقول لي ما عملتش باركينج، الوقت عم في تراساج منه تصويرة تلقاها حمراء وبيضاء، ستاسيونمون التراساج عملته بلدية، ناس مخالفة، ناس مخالفة، البلدية مخالفة، ناس تقطع فوق التطوار، أنا سيماك اللي يقول لك البلدية عملت تراساج، أنا نقول لك البلدية عملت تراساج، بربي رجع التصويرة هذه، رجع التصويرة هذه باش نبداو فيها، أنا عامل سامحني خلينا نكمل، بربي خلينا نكمل كلامي، خلينا نكمل كلامي، حجرة راهي رجع التصويرة، رجع التصويرة، لا أنا اليوم ما ركزنا على هذيك، هذيك لا وقت صورها كملك، هذيك تبع حديقة الشهداء، إي حجرة، المواطن 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 في الزادة باللكحل، المواطن في الزادة باللكحل، سامحني بربي سي مكرم، سي مكرم، سي مكرم، عملنا عملنا قاعدة مكتب وطني، قعدنا مع السيد رئيس البلدية بعد ما صبينا المطلب في فيفري، وعاود صبيناه فيفري 2020، وعاود صبيناه وعاود صبيناه في جوان 2020 تذكير، وفي اونتر تون قعدنا مع السيد رئيس البلديه قلنا له مش معقول ان تتحول منطقه عندها معناها منطقه خضراء تتحول تعملوا لها تراساج باش يقعدوا فيها الكلاب، وهي خاطر قدام قهوه قدام مليسي اليوم تعرف معناها قهوه قدامها وهي تتعمل فيها الكلاب والعباد اجباريا يمشيوا في الكياس اجباريا. شو كنت جبتوا رئيس البلديه؟ لا كان بلديه، البلديه قالوا باش نشوفوا ماشي ما عمل شيء، قال لهم شوفوا ما عمل شيء، التراساج نذكر سي مكرم التراساج عملته البلديه، تقول لي اذا كان يعمل حاجه مخالفه تتحمل مسؤوليه البلديه وقتها. حسب المراسله بالنسبه لياني، بالنسبه لياني بالنسبه لل الصوره واضحه بافي، عمره يكون زون فيرت، انا البلديه غلطت، عاود تصور بربي خل المواطن يشوف، البلديه غلطت سي مكرم، خل يعمل التراساج، ما نحكيوش بربي، ارجع ارجع للتصويره، بربي ارجع للتصويره، بربي ارجع، لا لا تصور انت سي مكرم، ارجع للتصويره، سي مكرم يقول هو بيضه بيضه حمراء اليوم هو تعمل تراساج على واحد غلط على البلديه، هذيك شنو هي شنو ترى انت؟ ترى في زون فيرت، ترى في زون فيرت، هذا عمل تراساج، عمل تراساج بلديه، هاونا تطول التروتوار طالع، التروتوار طالع ولا؟ خلينا نسمعوا منها، مش تقراري، ترى واقع انت جايبته، انت واقع انت جايبته، السيد رئيس البلديه الى رئيس المكتب المحلي لمنظمه الدفاع عن المستهلك ردوا عن المراسله بتاريخ 17/2/2020 يقول له على تنظيم حركه السير والجولين بالمنطقه المذكوره بمراسلتكم دون المساس او تغيير صيغه المنطقه الخضراء المتواجده بالمكان المذكور. يعترف هو، اي هو معناه يعتبرها منطقه خضراء، هو نظم السير، عمل تراساج، عمل تراساج باش ينظم السير، هو تو المراسله اللي فيها قال هذاك ردينا باركينج، لا هما بربي خذ اقراها مدام مدام قال فما تغيير، عاود اقراها عاود اقراها بربي انا ما سمعتش اللي هو قال عملنا باركينج. تفضل يا ريم، مش يعمل باركينج، فما تغيير صبغه، مش يعمل باركينج، مش يعمل باركينج، الباركينج فيه ترافو، هذا شيء بربي هذا تراساج ولا هذاك تراساج فوق منطقه خضراء، فوق التروتوار، فوق فوق تروتوار، مش منطقة خضراء، هذيك منطقة خضراء، مش منطقة خضراء، شو تحكي منطقة خضراء عندك؟ خضراء خضراء خضراء، سي مكرم هوني إقرار من رئيس البلدية أن المنطقة هذيك منطقة خضراء، يقول دون تغيير صيغة المنطقة الخضراء المتواجدة بالمكان المذكور، أي معناها نكراها معناها يقولوا هيك شنو معناها؟ معناها ما بدلهاش باركينج، معناها الناس مخالفة، معناتها هذيك منطقة خضراء، ما بدلهاش، ما بدلهاش، معقول تعملوا بلدية هذا؟ يا زين مارتش البلدية عملتك فين عام هذا عملت؟ جديد هذا يعمل 2020 2020 الاسبوع اللي فارت والله يا سي مكرم سي مكرم هذيك ربي اوصل لي
وقتها ترى ضوء ترى ابيض واحمر معنا ستاسيون يا ودي ترى جامعه البلديه في مكه المدينه هذا يدل هذا يدل سوق انت سوق مدام مدام تسوق انت تتبعني تسوق انت هناك اعتراف من سي مكه البلديه غلطه ما كانش تعمل ستاسيون البلديه رجعها رجعها متغى خضراء معنا ستاسيون مونت حاتم بن حسين ومكرم الشويخه سيلفو بلي خلينا نسمع بعضنا سي مكرم انا حتى فيديا ماذا بيا تسمعوا شويه راهو العباد اللي يسمعوا فينا البرا بالتشنج هذايا ما ينجموش يفهمونا دونك كل واحد يعطينا فكره باش يجاوب عليها الاخر اما راهو هذايا لا يفسد للود قضيه انت دورك باش تدافع على البلديه ولكن هذو مواطنين هذو مواطنين قاعدين يشوفوا في حاجات في الحق دورك تدافع على البلديه سي مكرم في الحق في الحق في الحق انا قلت قبل لما ينجموا نتاع الوحده كانت توكر وكانت واحد صحيحه سي مكرم خلينا نمشيو لقدام احنا تو عرضنا الاشكاليات هذه مشكله المناطق الخضراء في مساكن وما ينجم حد ينكرها بالعين المشاهده بالوقائع بكل شيء ما ينجم حد ينكرها هات نمشيو لقدام يبدو انه البلديه تتخبط في التعامل مع المناطق الخضراء ويبدو انه سامحني خلينا نكمل الكلام المجتمع المدني غايب انا اليوم عندي مراسلات من منظمه الدفاع عن المستهلك اللي هي معناها الحقيقه معناها منظمه ناشطه برشا في مساكن وكان لازم نمشي لها خاصه انه عندهم مراسلات فيما يخص زوز مراسلات في جوان بالضبط فيما يخص المناطق الخضراء ومنهم وحده على حديقه الشهداء ومؤخرا على الصفحه الرسميه تاعهم هبطت تصاور حديقه الشهداء اليوم انا سؤالي علاش منظمه الدفاع صح ولا مش صح سي مكرم ما نشكوش انت قبيله ما حبيتناش نشكو في تصويرتك علاش انت تشكك في تصويره المنظمه لا ما شككتش قلت له صحاح ولا مش على تصور كل الغادين لا لا احنا الوقت يداهمنا سي مكرم خلينا ناخذوا من عندك اجابه واضحه اليوم منظمه الدفاع عن المستهلك والمجتمع المدني غايب في المناطق الخضراء فما علاش ما فماش تعامل مع المناطق مع المجتمع المدني فيما يخص الملف هذايا خاصة علاش نسأل السؤال خاطر ما كانش فما إجابات جدية وتعامل جدي مع مقترحات منظمة الدفاع عن المستهلك بينما مع جمعية أخرى وكان فما تجربة ناجحة مع جمعية صيانة المقابر تجربة ناجحة على الأخر لكن مع جمعيات أخرى فما إهدار للمال العام أنت تعطي فلوس للجمعية تمشي تعمل نقولوا احنا مرس منعش مجسم اعطينا بربي الاهدار فينا مدام اعطينا الاهدار مش معقول خاطر تمس جمعيات محليه جمعيات محليه في مساكن مش جمعيات محليه في مساكن ناشطه وقاعد تتعاطى ايجابي مع البلديه اعطينا بربي فين الاهدار من العام المجسم تاع اي لوف مساكن حاتم بن حسين عندك فكره عليه ولا ايه تعمل قدام الفرون بوان الكبيره نتاع البلديه دفعت فيه فلوس ما دفعتش فيه فلوس الكلام هذا خذيته من السيد رئيس البلديه شخصيا عملوه شباب يحب مساكن حاول انه يعمل حاجه ما نجحش ما يعنيش انه الانسان ما يحاولش نزيدوا نشكروه وحتى المعلومات اللي عندي تفيد انه ما فماش فلوس هما بامكانيه سامحني بربي مع السيد رئيس البلديه جسمه ذي كان معناها يا مدام خلينا ننتقل خضر مثل رئيس البلديه اول حاجه نحب نذكرها ما فماش اهدار المال العام وماذا بيا السيده مدام فادي كان فما اهدار المدام تعمل لنا السنيار خاطر توا احنا شنو نعطيو اعتمادات مدام كل عام تبعني اما بربي خلينا فيديا انتم ما تعطيو اعتمادات للجمعيات حتى ولا اي قاعدين تراقبوا فيهم وين يمشيوا فلوسكم سمحني شوفوا فين قاعدين يمشيوا غيرمون والا جوست تعطيو اعتمادات باش تبينوا انتم تدعموا في المجتمع المدني حتى من الليم على خاطر الوضع الراهن نتاع كورونا السنه فهم السنه مازلنا ما صبيناش كل مطلب يقعد يراسته اكوتي مش البلديه تعطي راهو البلديه ترصد نعطيك معلومه يا مدام خليني نعطيك معلومه يا مدام اللي تعمل بحث حديث استاد مساكن بحث ما خليتش التو ما خليتش ما نجموش نقدموا اذا كان دفعت فيه الفلوس بلديه شكون اللي قال لك بلديه دفعت فلوس اللي قاعدين تخدموا فيه توا ليديكا تخدم فيه بالشراكه مع البلديه استنى خليني نعطيكم المعلومات باش الاخرى تحين لاجوندا نتاعك هذا لاجوندا نتاعك ماهيش محينه باش ما عادش تظلم الناس هذه اول حاجه نحب نأكد للظلم سي مكرم احنا ننقدوا راهو في عمل البلدي راهو معناتها تقول اهدار مال العام هذه قضيه ايه؟ انت كان تنقد اهدار مال العام غير دوسيات اذا كان عندها المؤيدات ما تقولهاش اعطيني دوسيات اهدار مال العام اهدار مال العام اعطيني دوسيات خلينا نقدموا بعيدا على المجسم هذايا باش نقولوا بالنسبه لمنتزه فرهود اللي هو علاش ما ذكرناش اللي هو تو البلديه عندها 3 شهور هي متدخله فيه وخلقت فيه فضاء للطفل والعائله مازالت ما خلقتش دقيقه ومازال كيما هو يا مدام
كما هو مازال كما هو. انت غير عادي مدام، انت غير عادي، انت غير عادي. لا سامحني، انت غير عادي. شوفي نفس مساكن انتم مزوز ولا لا؟ تو نقول لهم عادوا لي تصاور مازال كما هو. 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 والله لا شفته. ما شفتوش. موجود تصور. بالنسبة أنا اليوم علاش هو مازال كما هو؟ باش نبين لك أني لو وقعت له زيارة الجمعة اللي فاتت من وكالة التعاون الألماني جي زاد وقعتنا نهيئوا فيه ورصدت له 80 مليون في شكل تجهيزات وصيانة شبكة تنوير عمومي وتنوير داخله وتركيز عشب اصطناعي بالفضاءات الكلية كاين. هذا بالنسبة لمتزافر هود. بالنسبة للفضاء اللي كاين قبل الصاد تم في إطار شراكة مع ليتوكا، ممكن سي حاتم حاضر معنا مجلس بلدي، تعدى من مجلس بلدي مش يقع صيانة باركور دو سونتي غادي كمسلك صحي ومساحة خضراء وانطلقت الأشغال والبلدية قاعدة تعاون بالماتريال وتهز وتجيب الكل الفلوس اللي ترفعها ليتوكا دفعتها. فما زاد وباش تستغلوا عاد ليتيكا؟ باش تستغلوا مش عام كامل، ما نقول له 5 سنين. لا لا استغلوا فيهاش، ما نقول 5 سنين. باش تكري الواحد ما كاين باش تكري البلاصه نتاع المعرض نتاعها. يقول هيك وقت تقول استغلوا 5 سنين معناها كل نهار وهي غادي. لا باش تستغلوا 5 سنين بدل الكراوات نتاع المعرض. خلينا نكمل باش ما عادش تكري. نحب زاد نقولها وسي حاتم كان حاضر معانا زاد في اطار استراتيجيه التنميه لبلديه مساكن تم اقرار مشروع بي استراتيجي اللي هو فيلاج ايكولوجيك تورستيك منطقة الفرادة. شكون اللي ما يعرفش منطقة الفرادة؟ منطقة جميلة جدا. البرنامج هذا تم ضبط جدول زمني ولا؟ فما جدول زمني. خاطر احنا بلدية ما لازموش ديما توعد. لا 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 خلينا نقول لك على السي مكرم. خلينا نكلموا عندك 6 شهور. انا حاضر مع البلدية عندي قداش من عام. تم قرار كان الوعود. انا سابقا. لا تم قرار. انت حضرت تو انا نحكي فيه. انت تو انا تجربة مع البلدية. شهادتك فانا نحكي فيه. شهادتك فانا نحكي فيه. عندي تجربة مع البلدية. هذايا تم اقراره عنده 3 شهور وحاضر سي حاتم في التقرير. فما جدول زمني ولا؟ في التقرير النهائي. وقتاش بداية فما جدول زمني للجهاز ولا؟ فما جدول زمني فما جدول زمني فما جدول زمني. أنا قلت لك هذا تم قرار 3 شهور بصدد دراسة. سؤالي ليك سي مكرم، سؤالي ليك باش ما تصيرش الإشكالية ونعاودوا نفس المشكل تاع حديقة الشهداء، شنو هو اللي باش يكون موجود في الكونترا وفي كراس الشروط باش ما نقعدوش من 180 يوم نقعدوا 5 سنين؟ شنو هو الضمان للمواطن مثلا؟ مادام كاين شارجي ضمان، فما قانون راهو، فما قانون صفقات عمومية، فما قانون صفقات عمومية، فما إجراءات ريزيلياسيون، فما إجراءات نتاع رفع تحفظات. أما يقول لك سي مكرم تو أنت 6 شهور كما قلت في بلدية مساكن، أما سي حاتم يقول لك أنا نتابع في بلدية مساكن ما عادش عندي برشا ثقة في الأجال وإلا في الوعود. سمعنا برشا كلام وماناش قاعدين. هي توا دعوة دعوة مباشرة سي حاتم ومدام فادي وكافة المجتمع المدني أني ماذا بيا تدخلوا معانا البلدية. أي وين سامحني الفصل 78 اللي علاش باهي ريتا مدام عملنا فيها مدام أني توا مش نكلمها بالطريقة. سي حاتم قداش دعيت أني مرة فماش نهار عملت جلسه في بلديه ما نعملش في ما نعملش استدعاء رسمي في الباش. اخر مره كان انت تواكب انت و انت راني نعرفك من المواكبه نتاعك انت والمدام هذا راهو بناب وفما واحد اخر هذايا بالرغم نعلن في الفيسبوك ونبعث استدعاءات الناس مازالت لتو ما خذاتش البوليتيك الى راه فما اشانج فما حوار. وكيفاش يتم الحوار؟ الحوار هو انك تقرب لي ونقرب لك. وقت ترى انت حاجه ترى حاجه تقبل مني زاد سي مكرم. اني نقبل اني استاذ اعضاء المجلس البلدي نقبلوا ناكد لك اللي راح نقبلوا. اني ماذا بيا سي حاتم كل نهار يقول لي راه التركينه هذيك ماهيش واضحه. فادي مثال فاديه وقت التركينه وشوف اسكو نتصرفوا ولا ما نتصرفوش. كان فما بلوكاج قبل مع المجتمع المدني حس ما يحكيو هما هذا ما حسيتوش اني تسمع فيا. هات نبداو صفحه جديده اني على اذاعه اخرى وقت اول بريس كونتاكت وقعوا معايا مع المواطنين المساكنيه قلت لهم مجلس بلدي محلول للناس كل متفتح للناس كل كاي والاداره البلديه محلوله متفتح للناس كل وهات نتعاونوا مع بعضنا. سي حاتم انا دقيقه برك عملت لي مطلب نفاذ المعلومه في نهار جاوبتها سي حاتم. انا اليوم حاب نخرج بنتيجه انه اليوم المنطقه الخضراء اللي موجوده قدام الليسي يتنحى التراساج منها وترجع كما كانت. اليوم التراساج يعني مش تحط كهرباء، عملت لي تراساج نتاع كهرباء تحط كهرباء. هذا طلبناه من السيد رئيس البلديه مباشره في جلسه انا والسيد رئيس مكتب المحلي ولم يتنحاش التراساج. مادام منطقه خضراء باعتراف السيد رئيس البلديه يلزم يتنحى. واضحين سي مكرم يتنحى التراساج. هذا مطلب يطرحها عاجلا
عاجلا فماش داعي باش تترساج باش تحط الكلاب، اذا عملت ترساج قلت الكلاب يقعد معناها. كلامك طيب معقول، لكن انا يلزمني نبلغ لك سي حاتم اللي هو في اطار مشروع نتاع تهيئه تم اقرار تهيئه الفضاء هذاك باش يولي باركينج. تم اقرار باش يولي باركينج. كيفاش باركينج؟ ما انت خاطر تولي باركينج زعما كرم هذيك ربي. نقول لك تو باش نتفاعلوا ايجابي، باش نتفاعلوا ايجابي. انا نعطيك شنو موجود في الكازين نتاع البلديه. فاجاتني اليوم. اسمع فيا خلينا نتكلم. كيفاش تبدل البلديه من منطقه خضراء الباركينج؟ كيفاش راضي تو باركينج؟ مفترق راهو تريونغل كان تشوفه. شوف هو تريونغل. نعرفوا نعرفوا اليوم. منطقه خضراء. راهو ما عادش مواطن ما عندوش وين يمشي. معاك نتيجه الامبوتياج. كيفاش اللي ما يعقل المواطن اخر هم البلديه. احنا مازلنا ما عملناش. احنا مازلنا ما عملناش. نرفضوا ذلك. انا نقول لك اليوم نرفضوا سماك ما وقفناش. نعملوا اجتماع. كمجتمع مدني نرفضوا ذلك. هذا نبلغ فيك انا شنو عندي؟ عندي مشروع حاضر، مشروع حاضر انت لمصلحه شكون؟ خلينا نكلمك انا عندي غادي فئه مستفيده من البلاصه هذيك. خلينا مدام ثاني نبلغ لك باش نوريك الترونسبارونس، نوريك الترونسبارونس باش احنا مازلنا ما عملناش باركينج. انا لا عندي تو في الدوسيات نتاعي سي حاتم، لا عندي في الدوسيات نتاعي اللي هي في اطار تنظيم حركه المرور في المنطقه الكل من محط الكيران حتى للسي عثمان الشطي. فما برنامج نتاع تركيز علامات مروريه نتاع منع الجولان في مع اقرار جولان في اتجاه واحد واقرار باركينج فك البارتي هذيك منين تهبط وفصل ريت الكياسه اللي هابط من الشطي من عثمان الشطي الهبطه هذيك وانت قبل ما توصل للسناد تولي الكياس فيها مقسوم على اثنين فما بلون كامل بديناه باش بديناه البلون بديناه بك الرون بوان عثمان الشطي الفوق ومش يكمل. انت توا كمجتمع مدني اطلب دعوه اطلب لقاء مع السيد الرئيس. لقينا معاه حكينا له رفضنا قلنا رافضين عملنا مكتب كتابي نحينه عملنا كتابي نحينه 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 في فيبري في فيبري في فيبري عملنا المكتوب عملنا تذكير في اجواء وقلنا له رافضين نرفضوا تحويلها. انتم تجسوا في النبض كانكم لا لا برا نمشيو نعملوا تخساج وكل كان يتفاعلوا نكلمك انا يا مدام انا نقول كان هو جا بعد هو جا بعد انا قد دوس اما راهو خطير جدا خطير جدا عملت ربعه مازلنا نكملوا فيه الربع هو هون يعرف هو جيراتور الفوقاني على الباب الفوقاني تاع عثمان الشطي وقت ليميسيون الوقت سمعناه احنا اليوم موضوعنا المناطق الخضراء وعلاش اليوم موضوعنا المناطق الخضراء على خاطر من اهم المناطق اليوم اللي الانسان يمشي يروح فيها عن نفسه ويعمل فيها نشاطات ثقافيه يلتقي فيها بعائلات يمارس فيها رياضات يمارس فيها عروض فنيه وثقافيه. معناها انت اليوم كي تجيني المنطقه شريحه مهمه تستحقها تسمع في تلميذه تقول لك احنا نهار كامل نجيو من الوردانيين نجي من مردين من الكنايس من كذا. معناها انت في عوض تجهزها اكثر في عوض تحسنها اكثر في عوض تحط فيها شيز دي تابل بالاسمنت يقعدوا تلمذات غادي محميين قدام المؤسسه التربويه نتاعهم ترد هالي باركينج باش يستفيدوا منها رواد ما نعرفش انا مؤسسات غادي موجوده ولا ما نعرفش ولا قهوه ولا قهوه ولا ما نعرفش شكون اللي موجود غادي. معناها هذايا كلام خطير برشا وهذايا كلام ضد من الكلام الكبير هذا خطير واحد ثاني خلك انتقاء للكلام خطير. انا نقترح عليكم الجزء الثاني من ليميسيون هذيا يكون غدوه ان شاء الله. هذه دعوه للمباشر تكون ضيفنا غدوه العشرة نتاع الصباح سي مكرم ونعاودوا نحلوا الموضوع نتاع المناطق الخضراء وتعاود تصور لي تصويره من البيرو نتاعك وتجيبها لنا غدوه. توا الواحد باش تصدق انت فيك مش مصدقه. لا لا مصدقه اما هو بالنسبه للقدريه تحسينات غدوه ان شاء الله الجزء الثاني من الحوار هذيا غدوه تكونوا ضيوفنا ان شاء الله العشرة متاع الصباح ونحكيو بأكثر تفاصيل. انتم كان تحبوا تتفاعلوا معنا 73 278 600. شكرا ليك فادي الضيف يعطيك الصحة سي مكرم شويخ كاتب عام بلدي تمساكن. شكرا ليك سي حاتم بن حسين عن منظمة الدفاع عن المستهلك. نرجع لكم غدوة إن شاء الله بإذن الله. نخليكم في أمان الله.